مساء الفل للناس الكل من ملعب مينيرو في جنوب شرق البرازيل. هذا الملعب هو الملعب الخاص بناديين من كبار الكرة البرازيلية في كل المحافل العالمية. مشاهدينا متابعينا للناس الكل، أنا رؤوف خليف أحييكم من خلال التعليق على مباراة اليوم. ها هي البداية إذن. مناورة رائعة، ستيرلينغ صدت، لقد تبطأ كثيرا في الكرة. بيبي لديه فرصة جيدة. مودريتش يبعد الكرة على منطقته. ستيرلينغ صدت. كومباني، أوتاماندي، بنزيما، دي برين يمررها إلى يمينه، سيرخيو راموس، مودريتش، كرة على الأطراف، ستذهب الكرة إليه، اعتراض رائع، منع الندم وجنب الألم، كولاروف، ستيرلينغ يحاول لعب كرة بينية غدارة، حاول بمفرده التوغل لكن بلا نجاح يذكر. توني كروس، كانت الخطورة قوية لكنه واجهها بشكل رائع ويرفعها. كرة ظل أطول من اللازم. ثانية يايا توري يحاول أن يلعبها بينية، تمكن من تمريرها إلى ثانية. سيسدد. يا سلام، مراوغة ممتازة، قد يسجلون الهدف هنا، كانت تسديدة محكمة بالتأكيد. يريد لعب التوزيعها في المنطقة، يستغل الفرصة ويسدد. مودريتش في المكان والزمان ليعيد لفريقه الأمان. أمامه فرصة التسجيل. هذه الكرة تدخل المرمى وجول. تحرك محاذيا لكتف آخر مدافع وكان تحركه في الوقت المثالي. تابع المباراة والنتيجة الآن 1-0. سيرخيو راموس يحاول تمريرها عبر الدفاع، راية التسلل ليست مرفوعة، فرصة خطيرة واللعب وجول. إنهم يحكمون سيطرتهم على المباراة الآن. إنهاء رائع للهجمة، لعب الكرة بكل هدوء وثقة. كم مرة شاهدتم لاعبين يفعلون كل شيء بطريقة صحيحة حتى يصلون إلى الصندوق ليكملوا الهجمة بنجاح، ربما في كثير من الأحيان لكن ليس منه. لعبة جميلة من أغويرو، سجل هدفين في هذه المباراة وأصبح في طريقه لتسجيل هاتريك. النتيجة 2-0 الآن. أرضية مائلة، كريستيانو رونالدو لقد فعلوها، عادوا إلى المباراة الآن. سيطرته على الكرة هي السبب الأهم في التسجيل. كريستيانو رونالدو
تم تسجيل الفارق الى هدف واحد. ستيرلينغ انه في الطريق الى المرمى. جيمس رودريغيز. دي بروين صاب. كانت هذه على المرمى. سيلفا سينفذ الركنيه. سيلفا ديبرين كرة حائرة لا يستفيد منها أي فريق. ستيرلينغ سدد واستغل الفرصة وأصبحت في المرمى. تقدموا بفارق مقبول وفارق هدفين. كانت في غاية الروعة. يتواصل اللقاء وأصبح الفارق هدفين الآن. ها هو كريستيانو رونالدو. تمشي الكرة على الأطراف. يلعبها طولية. كريستيانو رونالدو. بيل سدد. خارج المرمى. يا توري. دي بروين يلعبها بينية أرضية. توني كروس يصوب. ستيرلينغ. توني كروس يلعب كرة إلى الأمام عند وسط الملعب. يبحث عن زميله. يلعب كرة بينية. ستيرلينغ. مودريتش يوزع كرة على اليسار. استلمت الجرة في هذه المرة. كرة طولية إلى الأمام. يحاول فك دفاعات المنافس. مودريتش. ولا فريق فوق أرضية الميدان قادر على الاستفادة من الكرة. هل يمكنه تسجيل الهدف؟ أبعدها وأنقذ الفريق من خطر محقق. يايا توري. اعتراض في وقت مثالي. كانت الخطورة تزداد بشكل كبير. مارتشيلو يلعب كرة إلى اليسار. مرت الكرة بشكل لطيف. الهجمة المرتدة بطيئة للغاية. توني كروس في قراءة ممتازة يمنع الكرة. يلعب تمريرة مرفوعة. لعبة جميلة إلى المنطقة. سيلفا. جيمس رودريغيز. قد تكون هذه فرصته. دي بروين يلعب كرة طولية للمنطقة الأمامية. هذه هي نهاية الشوط الأول. أصبح الفارق بينهما هدفين. أصبحت النتيجة 3-1. Ladies and gentlemen, this is a lost children's announcement. The father. الشوط الثاني من المباراة. بنزيما. مودريتش. كرة طولية في المساحة الخالية. بنزيما شاهد الكرة من الخلف وتحرك ببراعة للوصول إليها لكنه لم يستطع القيام بما هو أفضل من ذلك. يلعبها بينية أرضية. عدت الكرة وباش يسجلوها. يا للروعة. استغل مهارته في المراوغة لخلق مساحة للتسديد. أعجبتني حركة التمويه هذه.
كريستيانو رونالدو يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. دي برين افتكاك مميز خلصهم من الخطر. ها هو بنزيما يندفع بقوة إلى الأمام. بنزيما ليس في هذه المرة ذلك النوع من الهجمات المرتدة، يمكنه التسبب في أضرار كثيرة، لكن لم تكن اللمسة الأخيرة بدقة كافية لإنهاء هجمة مرتدة رائعة كهذه، كانت مباشرة للغاية. جيمس رودريغيز يوزعها باتجاه منطقة الخطر. سيلفا يلعب كرة إلى الأمام. يحاول لعب كرة بينية غدارة. يلعب كرة بينية ساقطة. هدف آخر. إنهم متقدمون بفارق 3 أهداف وقد تنتهي المباراة هكذا. كان التفاهم رائع وكان بينهما توارد خواطر مثالي لتحديد توقيت تحرك اللاعبين. يسيطرون على المباراة الآن واتسع الفارق إلى 3 أهداف. بداية رائعة في الشوط الثاني من المباراة بتحقيق التقدم في بداية اللحظات. من يقدر على هذه التمريرة؟ كرة على الرواق وتخرج الكرة إلى رمي التماس. كرة طولية إلى الجناح. توني كروس. توني كروس يصوب. كرة تعدي. جول. إنه أحد اللاعبين الذين يجب على المدافعين ألا يتركوا بلا رقابة. كان يجب على أحدهم مراقبته بأحكام. في النهاية أن هذه اللعبة في رأيي ستصنف تحت بند الرقابة السيئة. هل سنشاهد صحوة للفريق في المباراة؟ يلعبها بينية أرضية. عنده مساحة خالية على الطرف. تلعب الكرة ناحية اليمين. ستيرلينغ. دي برين. سانيا. مارتشيلو في الزمان والمكان. تمريرة بذكاء. يايا توري. دي برين. كانت الكرة بكل الخطورة لكنه سجل حضوره. مهارة كبيرة. شكل المنافس بعض الخطورة لكنه وجد كل التصدي. لقد حالفه الحظ هذه المرة وبالطبع أتحدث عن ريال مدريد في وضعية صحيحة. دفاع قوي لا يعرف الرحمة، لا يمكن أن تعبر أو تمر بدون التغلب على هذا الاندفاع البدني الهائل. والكرة ملعوبة إلى الأمام. قطعها في الوقت المناسب، أحس بقوة التهديد ووصل للكرة. دي برين. جيمس رودريغيز يلعب كرة طولية يسيطر عليها. إنه يتحرك إلى الأمام والكرة في الشباك. جول. كانت لعبة ذكية جدا. تبادل بارع للتمريرات استغلوه بصورة رائعة لخلق الفرصة. ستيرلينغ نجح في تقديم نفسه اليوم كهداف. يتحرك إلى الأمام. مراوغة رائعة.
الرائعه. ستيرلينج يسدد، كان من الممكن ان نشاهد هدفا من هذه الفرصه، كان على وشك زياده رصيده من الاهداف. هو كالكابوس لاي دفاع، وتحركاته والمساحات التي يخلقها وتوقعه الجيد للكره كلها مهارات يتميز فيها كثيرا، ومن الصعب جدا على اي دفاع السيطرة عليه. أغويرو، والحارس يلعبها بعيدة عن مرماه. بنزيما يلعب كرة بينية، إنه متسلل هذه المرة. كولارا، كرة طولية إلى الأمام. لا يمكنه إهدارها من هنا. هذه كرة جول. وأصبحت النتيجة هي التعادل هنا في الثواني الأخيرة المتبقية. ربما أعاق زملاء الحارس مجال رؤيته. انظروا كيف مرت الكرة عبر الفجوة في دفاعهم، كان من الصعب أن يتعامل معها. برافو. نلعب في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، وأصبحت النتيجة هي التعادل ثانية. جيمس رودريغيز يلعب كرة إلى الأمام، يرسل كرة طولية إلى المساحة الفارغة، ليس متسللا هنا. ويلعب العرضية، والحارس متمركز بصورة رائعة للإمساك بالعرضية. زاباليتا يحاول لعب كرة بينية غدارة، يلعب كرة بينية ساقطة، وتخرج الكرة إلى الرمية التماس. الفرصة سانحة أمام الفريق للتهديف من هذه الركنية. سيلعب التوزيع والزملاء في الانتظار. يوسعها ويبعدون الكرة. ستكتمل المباراة بالوقت الإضافي. في رأيي دراما كروية حقيقية، لم ينجح أي فريق في التسجيل مع وجود حالة رضا لدى الفريقين عن المجهودات المبذولة إلى نهاية المباراة. أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني، ولا تزال النتيجة هي التعادل، ولم يتحدد الفائز بعد 90 دقيقة من اللعب. ترى هل سيتحدد الفائز بعد لعب الوقت الإضافي؟ ستنتهي لصالحهم، ولذا فانهم بالتاكيد ليسوا سعداء بهدف التعادل الذي دخل مرماهم في وقت متاخر من المباراه. يجب على المدير الفني الان ان يخبر لاعبيه بان عليهم تحويل تركيزهم من الوقت الاضافي. ها هو كريستيانو رونالدو، كره على الجانب، كره للجناح، مرت البينيه ووصلت اليه. لديه الفرصه العرضيه الى داخل المنطقه. نوليتو، أغويرو يحاول أن يلعبها بينية، وصلت إليه. كرة طولية في المساحة الخالية، ستيرلينج سدد. ضربة ركنية وتسجيلها يحتاج إلى تركيز وفاعلية. يوسع الكرة إلى المنطقة. اندفع إلى هناك.
سلام يا سلام. بنزيما، جيمس رودريغيز، توني كروس، الفريقان لا يلعبان كرة مثالية باستحواذ فقير جدا. مودريتش، يطلق الحكم الصافرة ووصلنا إلى منتصف الوقت الإضافي. سيكون صاحب النفس الطويل الآن هو الفائز بالتأكيد، وتبدو اللياقة البدنية جيدة والمنافسة حامية للغاية. من سيسجل الآن سيفوز، هذا من الناحية النظرية على الأقل. كرة جميلة، ضاعت فرصة حقيقية. نعرف جميعا قدراته، بالتأكيد هو من اللاعبين القادرين على إحداث الفارق في كل مرة تصله الكرة، إنه مليء بالثقة والطاقة. إلى المساندة من زملائه ليدخل إلى المنطقة، والآن الكرة ملعوبة للأمام. الكرة للأمام، مرت الكرة، ها هو كريستيانو رونالدو. كولارا مرر تمريرة حاسمة اليوم بالفعل، والكرة للمنطقة الأمامية، يلعبها دولية، بنزيما، ويحرزون الهدف بطريقة ولا أجمل. ومع هذا الهدف تكتمل العودة في النتيجة. يمكن لتمريرة كهذه فتح دفاع المنافس إذا تمكن المستلم من فهم اللعبة. كان توقيتا مثاليا من بنزيما. هذا هو هدفين في سجله في هذه المباراة الآن، ولديهم تقدم غالي بهدف واحد. أغويرو يصوب، أمامه خيارات كثيرة ولا نعرف من سيتابع الكرة، ويرسل العرضية، وأرسلوا الكرة بعيدا. لديه الفرصة، ستيرلينج يسدد، فرصة ثانية لكن لا أهداف. الكرة ملعوبة إلى كريستيانو رونالدو. دي بروين، اللحظات الأخيرة تمر والأحداث أمر وأمر، يمكن تكون فرصتهم الأخيرة للتخلص من الحيرة، لكن الآن وقبل فوات الأوان ينقل اللعب إلى الأمام. وها هي صافرة نهاية المباراة، أمر مفهوم أن نرى بعض الإرهاق من اللاعبين في الملعب، خاصة عند نهاية المباراة. كان من الواضح أنهم غير قادرين على الجري على الكرة أو الحفاظ عليها تحت أقدامهم. لا يمكن للفريق أن يكون بهذه الرعونة في البداية كما كانوا اليوم.